طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاث امام الانتاج الحربي، مواصله ان شاء الله الانتصارات، ومواصله كمان الحصول على النجمه 43. على الجانب الاخر طبعا بعد وصول النادي الاهلي لدور المجموعات او دور المجموعات بطبعا فوزه على سنديب بطل النيجر، الكل كان مترقب طبعا قرعه البطوله الافريقيه ابطال الدوري. اليوم الجمعه زي ما حضراتكم عارفين كانت موجوده في الكاف طبعا للموسم الجديد. النادي الاهلي الحقيقه طبعا حامل اللقب وهو اكتر نادي افريقي حاصل على بطولاته، وبالتالي كان على راس المجموعه. خلينا نقول المجموعه الاولى طبعا مع النادي الاهلي فريق فيتا كلوب طبعا الانجولي، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني، وان شاء الله النادي الاهلي يتاهل باذن الله عن طريق المجموعه ديت ويواصل ان شاء الله مشواره للحفاظ على اللقب القاري وتحقيق طبعا الجمله الجديده العشره. يا اهلي ان شاء الله يكون موسم اكتر من رائع على مستوى الدوري، على مستوى البطوله الافريقيه. وطبعا خلينا نتكلم ان القرعه دايما الناس بتقول قرعه جامده بسيطه، لا القرعه دي قرعه فيها فرق كبيره وفيها فرق محترمه، سهام شاركت قبل كده في البطوله الافريقيه، ودايما البطل بيبص على البطوله ما يهموش مين الموجود في المجموعه. أكيد بصراحه كويس كويس ان انت فتحت الموضوع ده، لان برضو يعني في من ساعه طبعا ما تم الاعلان عن القرعه في كده يعني نغمه بتتردد، والحقيقه مش عاجباني في الساعات اللي فاتت دي ان المجموعه سهله وان الاهلي قادر على التاهل. طبعا ان شاء الله الاهلي يعني بروح البطوله وامكانيات لعبته ورغبته ورغبه جماهيره كمان كبيره قادره ان هي تتاهل، لكن المجموعه ما نقدرش نقول عليها سهله، مش سهل. والسنين يمكن اللي فاتت دي بتثبت ان ما عادش في فريق النهارده في افريقيا ده فريق سهل وده فريق كبير وده فريق صغير، لا احنا شفنا مفاجآت كتيره يمكن في البطوله في السنين اللي فاتت. فلما تيجي انت تبص كده يا كابتن هاني على المجموعه كده سريعا، فتلاقي فريق المريخ السوداني دوت غير السنه دي، يمكن وبيعود لدور المجموعات صحيح بعد غياب الثلاث سنين. طلع مين بقى في دور ال 32؟ طلع انيمبا النيجيري العريق. طبعا بكل تاريخه وبكل بطولاته دي. كمان لما نتكلم عن فيتا كلوب من الفرق القويه جدا ودايما بيكون متواجد في دور المجموعات في البطوله في السنين اللي فاتت تحديدا، وفريق امكانياته قويه جدا. وطبعا فريق سامدا التنزاني النهارده اشهر فرق تنزانيا وواحد من ايضا الفرق العريقه في القاره الافريقيه في المجموعه دي، يعني فرقه قويه جدا يعني. فالاهلي ان شاء الله قادر ان هو يتاهل صحيح منها للدور اللي جاي. بس انا كمان مش عاجبني النغمه والجمله المطاطه، لان النهارده سمعت كمان الكلام ده طالع من نادي المريخ السوداني احد مسؤولينه هناك بيتكلم عن فكره ان هو يتمنى انه يحصل على المركز الثاني بعد الاهلي في المجموعه. ما هو مفيش فدي التصريحات لا يمكن ان احنا ننخدع اليها ابدا. لا طبعا يعني خلينا نتكلم، دايما بيكون لما النادي الاهلي بيتواجد في مجموعه كل الناس بتقول خلاص هي بتبس الروح شويه، روح اللي هو ممكن توصل للعيبه او توصل للجهاز الفني ان انتوا كده كده واصلين. لكن خلينا اكد لك سهام ان لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني اكيد حريصين كل الحرص ان المشوار الافريقي يبدا بقوه. ورغم ان المجموعات دايما بنتكلم لعيبه الكوره تقول لك على الورق بس، على الورق بس النادي الاهلي بيتاهل، لكن دايما متعلمين ان ال 90 دقيقه وخاصه في البطولات ال 90 دقيقه بتبقى مهمه جدا جدا، والمشوار بيبقى قوي جدا جدا. ان شاء الله هنبدا مشوارنا مع المريخ السوداني.